تستمر حملات القمع والاغتيالات في المحافظات الجنوبية للمتظاهرين، وفي أحدث محاولة هي لاغتيال المتظاهر محمد العيساوي من قبل جهة مجهولة في محافظة البصرة جنوبي العراق. فلنشاهد. جاي يمشي على الشارع وجت بيك مراقبتنا، ما أعرف بيك نظارة تمشي، وأنا صاعد أنا وصاحب على دراجة رايحين العمل مالتنا، فجاي دراجة العفو سيارة تمشي ويانا، راسن أبو السيارة راسن طبق عليه زين، بس إحنا ربك جايتنا على المحلات زين، جاي يتابع بينا، طلعنا يا ابو سياره متابعنا ويمشي ويمشي بصفنا، سياره ليفارا بيك مساعدين بيها اثنين ما اعرف شنو، بعدين من ضربنا مشينا نسحب بالشارع، طبينا على المحلات، والله نجانا، وهاي ضربات وهاي بيدي، وهسه هذا ما اعرف تمزق بالحوض كسور، هاي ضربات هنا، هاي عشان هاي ضربات هنا، وهاي هاي ضربات بيدي، هو ما عرفنا شنو جهته شنو يمينته ما عرف، وخلى وشرد والله يستر من التالي.